في وقت يتصاعد فيه الصراع في أوكرانيا تطرح إلى الواجهة صيغة سلام اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع الدائر مع روسيا منذ ما يقرب من سنتين، وذلك خلال اجتماع لمستشاري الأمن القومي من شتى أنحاء العالم في دافوس بسويسرا المستضيفة للمنتدى الاقتصادي العالمي. محادثات السلام الأوكرانية تقوم على اقتراح قدمه زيلينسكي يتضمن 10 نقاط لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا بحسب ما أكد أندري يرماك كبير موظفي مكتب زيلينسكي. ومن جهته وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس أكد أن المحادثات كانت مفتوحة وبناءة ومفصلة بشأن المبادئ الرئيسية لتحقيق سلام شامل في أوكرانيا. ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، فهل تعتبر خطة الرئيس الأوكراني صالحة وقابلة للتطبيق؟ وماذا عن موقف روسيا؟